السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا مرة أخرى وياكم. هنعمل هذا كوبي ونعمل كومنت وننزل للأسفل. في عندنا أيضا find وفي عندنا find index. find index نفس آلية find. الفايند يرجع لك القيمة اللي هي مثلا 14 أو 33 أو 44. هذا لا، يرجع لك الاندكس مالته. يعني هذا الاندكس مالته شنو قلنا؟ 0 1 2 3 وهالشكل. هنجي نعمل هنا سيف، نجي هنا نقول له رن، شوف انطاك اندكس 1، وفعلا هي 1. لان اذا جينا حسبنا الاندكسات، اول اندكس نحسبه ككمبيوتر 0، ثاني اندكس 1 اللي هو 33. فاذا كنت تريد انت الاندكس ما تريد القيمه، ممكن تستخدم الفايند اندكس. هذا راح يفيدك انه تجلب الاندكس اللي موجود لهذا الرقم اللي تنطبق عليه الشرط في داخل الفايند اندكس. لهنا نوقف، نكمل الدرس القادم. مع السلامة.